بعض الناس يأتي للشيخ للإمام المسجد. أتواني ما نو ما ج ما زكوري كوري الشيخ جاء إمامه مسجد. يقول أنه مريض. أكمل قاتي نرجو. مسحوق. ناروز قوي. عين. أولاد والزوجة كلهم بهم مرض. أبانا ما جينا نو مقرن واجي مسجد نرجو. وقال يا شيخ ادعي لي. أكمل قاتي سمير أبا جميل بيم فيه. إيش يقول الشيخ؟ الشيخ أبو قاموي. يقول خلاص عندي. اليوم أدعو لك، وإذا دعوت وحصل شيء تعطيني مال نقود. أعوذ بالله، هذا ليس صحيح. أي واحد يأتيك يقول أدعو لي أو أقرأ عليه أو كذا، قل تعلق بالله. ادعو الله أنت. أنت تدعو لي وأنا أدعو لك. كلانا مفتقر الله، أنا مفتقر الله وأنت مفتقر الله. الدعاء عبادة. ما يمكن أن تترك العبادة أن أعبد الله عنك، لا. نحن لسنا كالرهبان. الكل يعبد الله، الكل يلتجئ إلى الله. نعم، في بنا مذنب. إذا عندك ذنوب اترك الذنوب. لو كان عندك مانع من الدعاء حتى لو دعا لك الإمام يوجد المانع، لابد تزيل المانع الذنوب. أتنبغى إمامه يا أبو سمير ولا بطل من يبجع وفي إمام في دتما وسيم قايم وشوا قاتير قارو أريب يبجع ركيب جاء وسيم قايم ناوقا وشوا قذيل. إذا لابد نعلق الخلق بالخالق. نقوم قو إبرمنا بجاء الله جيري جرا الله ويني. هذا يقول أنا قرأت على مريض. ليس عملي لكن من باب من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أتنا أوري أنا بقت جيون شو رقص مرمونو أتريكون هاجنا كذي. والحمد لله شوف يا من المرض. وجاء قال ما شاء الله جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير. إيش تقول له؟ تقول لا هذا ليس مني. هذا من الله. هذا ليس بحولي ولا بقوتي. أنا عبد مثلك. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك. أنا فقط سبب. أنا لا أصنع شيء، لا أقدم لا أؤخر. قلنا الساحر هو الذي يجعلك تتعلق به. أمروزين وطبا ونوني وطبا أمغيرين أو مجموعين جريمان.